انواع الحلوى، كاين الشباكيه، كاين البريواز، كاين المقروط، كاين السيجار، كاين سالطير، كاين بوشنيخه. حلوى الحلوى انا خدام تقريبا شي 25 سنه في هادشي. السلعه كاين دابا جنجلان هذا العام غالي بزاف، جنجلان ديال 1100 ريال الكيلو، النافع ديال 1000 ريال، حبه حلوى ديال 1300. المهم كلشي المواد زادت مزيوده، الزيت اللي شويه هذا العام طايحه شويه 75 درهم 5 يترو. بالنسبه للسنين تزاد فاتيا 15 درهم 50 كيلو ولات ب 4800. 15 يوم تاعت الاول في رمضان راه كلها كتمشي شباكيه، انت يقربوا يدخلوا الناس للمسائل الاخرى ديال هذاك الشيء، راه كتقل شويه البيع والشراء تيقل. البيع ديال الشباكيه من بين دابا وشحال هذه، واش تغير؟ لا مغير بزاف. الناس ما كتخدموش شباكيه. لا الناس كيتخدموا شباكيه ولكن كيتخدموا على حسب القدر ديالهم، ما بقاش الكونتيتي كتاخذ كاين تاخذ كي تاخذ جوج سطوله، كاين تاخذ ثلاثه، كاين تاخذ، فهمتي؟ على حسب الناس ولات تنقص شويه في فلا سميتو في الشراء ديالها. بزاف الغلا اللي السلعه باش غاليه، راه الناس كتقول لهم وانا الثمن باش كنبيعو كل عام هادشي باش كنبيعو. هاد المعسلات الاخرين ديال اليوم 45 درهم 40 درهم، والاخرى ديال 30 درهم شباكيه.